عسلام الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم باش نعملوا مع بعضنا شويه مقروض كما قاعدين تشوفوا. تابعوا معي الفيديو حتى للاخر تو تشوفوه الرسات كيفاش سهله وبسيطه وما تتعبش. هاي نمشي نشوفوا المكونات ونشوفوا طريقه التحضير. الكيل متاع المقروض ديما معروف، اللي هما 6 كيسان، 3 سميد، 1 فارينة، 1 دهون، 1 ماء. هذا انا باش نزيد نكملو بالزيت زيتون نعبيه، وبالطبيعة التمرة متاعنا باش نزيد عليهم توا الكيلة فارينة. بسم الله، عندي السمن هدايا ذايب اللي هي الزبده منحي لها الماء نتاعها. هاكا كيفاش تو نخلي لكم اللي نتاعو في الانفو بوكس خاطر انا عملت منه قبل. باش نكمل تو انا الكيله بالزيت زيتونه. نعبي الكاس نتاعي هذا باش نبسس بيه. ينجم واحد يعملها زيت زيتون اكاهو، ولا زيت نباتي اكاهو، والا زبده اكاهو، كل واحد شنو يختار. انا عملت شطر سمن وشطر زيت زيتونه. والمقروض انا باش نعمله في الفور. نحرك توا هذوم المكونات النواشف الكل، نحركهم هذوما مع بعضهم، الفرينه والسميد. صبوه الكل ما نخافوش خاطر يلزمو يتبسس بالقدا، يلزمنا نستعملو ايدينا باش نبسوه. نبسوه بالقدا بالقدا، ندخلو الزبده في السميد، الزبده والزيت متاعنا، نخلوه يرتاح. بعد ما نكملو نبسوه بالقدا نخلوه يرتاح اقل شيء اقل شيء 5-6 سوايع، وبعد نخدموه. ريحة السمن ياسر فاوحة، ريحتها كنوازات، خاصة المقروض الفور نستعملولو هذا السمن الذايب، يجي ياسر بنين. توا نغطيه ونخليه يرتاح. توا انا باش نعمل التمر متاعي نحضرو. انا التمر هذا ما استعملتوش قبل، هو باين فيه طريق اما ماهوش مفصص. هذا التمر من الخليج، باش نحلو ونشوفو ترى هو طريق. ها بالقلوب نتاعو تو يلزمني نفصو ونفصو ونرحيه. فصصت منه اكثر من 600 غرام. هاو كتري باهي باش نرحيه تاو. الحاجه برك الواحد يرد باله منها كي نفصوه فما هك الوحدات نتاعو هذيك كترابش نتاع التمر هذيك، نحاولوا باش نحوها نثبتو خاطر ما نشوفوهاش خاطر هو مغفص على بعضه. ما عرفتوني شنو نقصد هذه، هذي نردو بالنا منها نحاولو باش نحوها هكا نلوجو عليها بصوابعنا هكا نمسو. عندي رحار حيت فيها شويه لوز نحيتو على جنب، من بعد باش نزيدو معاه. تو نرحي شويه التمر، نحاول هكا باش نحلهم، مسالش هكا نحلهم بيدي، طبيعه يدينا مغسوله ونظيفه. نزيدو شويه قرفه، قدر هكا نص مغرفة. نزيد شوية ماء ورد، الماء ورد هكا كنزيدو ونشوفو يعني كل مرة كي نعجنو. انا باش نحط الساعة زوز مغرف صغار وبعد نشوف، ممكن نستحق نزيد وممكن لا.
كملنا رحيل. هذا هو اللفاح نتاعو، اللي يحب يفوح بحاجه اخرى يزيد يفوح. تو نجم نزيد عليه شويه لوز مرحي ونعجنو. تو عجنتهم، دخلت فيهم اللوز، ناخذ تو شويه زيت. تو باش نعملهم مكعابر، حط صحن فيه شويه زيت باش ما يلصقوليش. انا ما حطيتش فيه راهو زيت بالكل التمر. ناخذ تو كعبورات، نعمل يدي ديما بالزيت. نعملهم هكا، نكعبرهم ونروليهم هكا. نجم نصغر شويه. وكملت وهذا نحطه على جنب ونجبد توا السميد اللي بسسته البارح. توا باش نعجنه. هذا السميد اللي بسسته، توا بقى كان باش نصب عليه كاس الماء اللي خليته هذاك. ما باش نفوحه الساعه، توا باش نشوفه كيفاش باش نفوحه كاس الماء هذا اللي باش نعجنه بيه. باش نحط فيه قرصه ملح، نذوب كل شيء في الماء. السميد ما حطيتش فيه حد شيء، جيست بسستو اكاهو. باش نحط فيه فانيليا المقدار اللي تحبوه. انا ماني باش نفوحو بقشور البرتقال خاطر ما عنديش، اما هي تفوح. عندي ماء زهر، باش نصب ماء زهر، نكمل هذاك شويه هكا بماء زهر في الكاس. نسيت حاجه ما وريتش هيلكم، اللي هي خميره الجاتو. نحطوا فيه قدر نص مغرفه خميره جاتو هكاك، على الاقل نص مغرفه هاوك. هذه نزيدوها زياده، نسيتها انا اما تفكرتها تو حطيتها. تو باش نصب الكاس الماء اللي فوحته، واذا كان استحق اكثر بالطبيعه تو نزيد، اما نصبه الكل فرد مره. ما نخافوش، ونحركوا فيه سعبيدينا، نحركوا اما ما نعجنوش بالصوابع هكا. هو تو فيسع يشرب. هكا بصوابعنا هكا بالصوابع كهو، ما يتعجنش راه. نهزو من اللوطة ونطلعو الفوق هكا. بالنسبة لي أول مرة ينجم يصب شوية، أما أنا خاطر مستانسة بيه المقروض ديما نعملو. هكا صبها توا نخليه هكا يرتاح. هاكا شرب الماء وبدا يبس. هكا توا نبدا نشوفو نستحق ماء اخر ولا ما يستحقش. هاكا في زوز دقايق فيسع فيسع يشرب. هاكا
يعني يظهر لي مانيش باش نزيدو. الكاس هذاك جاه بالضبط خاطر هاو كتري. انا الكاس بالضبط جاه دونك مانيش باش نزيدو. توا نعملهم كعابر على حسب التمر اللي عندي. انا عملت 7 وحدات 7 رولوات متاع تمر، ولا نعمل هكاك 6 كعبورات. نجم نحطه في نفس الصحفة ولا نبدلو صحفة اخرى. توا بقى كان باش نحضر البلاصة اللي نخدم فيها، وباش يبدا كل شيء سهل وكل شيء بحذايا. نحضر بلاطوات الفور، نحط لها كل الورق هذاك، نفرشها بك الورق متاع الزبدة ذاك متاع الباك بابير. حضرت توا، جبت الطابع متاعي، حضرت سكينتي، بلاطو الفور حطيت له بابي كويسون، وتوا نتوكلوا على ربي. ناخذ توا كعبورة، حلها شوية هكا، نعمل فيها بلاصة للتمر. ناخذ التمر متاعي حلو في البلاصة هذيك، اذا كان اكثر نحي منه شوية. وتوا نسكر عليه، التمر يلزم يكون طري وباش يتوعنا في يمشي هكا في العجينة. توا ننزلو عليه باش يتلم السميد، يلصق في التمر ما يبداش بعيد على بعضه. كل مرة الرولي، وإذا كان هكا تجينا كبيرة على البلاصة اللي نخدمو فيها نقسموها في 2. نحطو شطر هكا على جنب، نكملو نخدمو الشطر الثاني، نسكروها البلاصة هذيك وين التمر هكا. ونجودوه شوية على حسب الخشن اللي نحبوه، ما نجودوهاش برشا وما خلوش خشين زادا. هكا سافا، نجمو نطبعو توا. ناخدو الطابع متاعنا نحطوه بالقدا، نسوو لجناب، توا نقصوه. انا مانيش باش نتبع هذاك الفورم اللي فيه، باش نقصهم هكا شوية متوسطين. نجمو نعملو هكا بالسكينة وكي يتنحو من القاعة. نسو الحراف هكا، وتو نصففهم في البلاتو. ماذا بينا هكا نقربوهم هكا لبعضهم لهنا، ما نخلوش برشا مسافة ما بينات الكعبات. هكا نعبو البلاتو بالطريقة هذية.
هذا البلاطو كيفاش كمل. طاو ما بقاكم باش نحطوه في الفور على 180 درجة من 25 دقيقة لنص ساعة هكاك. نبدو محضرين الشحور متاعنا طايب من قبل، هاكا مش وجاري برشا وما هوش خاطر. اللي نتاع الشحور تنخليهولكم في الانفو بوكس تشوفوه. ملي يخرج المقارود السخون نصبوا عليه الشحور بارد. توا نحيلو بابيي كويسون هذايا، نجبدو هكا نصب عليه الشحور. عندي نص بلاطو زاده مازال في الفور يطيب، بعد هذاك كي نخرجو ما غير ما نصب عليه هو الشحور، بعديك الكعبات نحطهم في البلاطو هذا اللي هو فيه ديجا العسل باش ما نمسخش زوز بلاطوات بالشحور. هاو كلونو باهي مازال سخون شويه هو توا، اما نجم نحللكم وحده تشوفوه. هاو كنبسس هشوش على الاخر. ما شاء الله. طبعا نحضر حاجة نخرجهم فيها. بعد ما يتسقطر وهو سخون نرشوا عليه شنو نحبوا، جلجلان لوز اي حاجة موجودة وهو سخون باش تلصق فيه يعني من هنا. من بعد نخلوه يبرد. تو نزينوهم شوفوا كيفاش جاي. نتيجة هايلة بصراحة. طري هشوش وبنين بنين بنين مش نورمال. اذا كان عجبتكم الريسيت جربوها، هاكا سهله ماهيش صعيبه. كل مقروض العادي هي اما جوست يتحط في الفور بقل زاده قليان، خاصه اللي ما يحبش قليان وما يحبش ريحه الزيت. وهذا عبيته في الحكه ها هاكا هو توا برد بالقدا. اللي يتفرج في الفيديو مازال ما اشتركش في القناة يشترك في القناة يفعل الجرس باش يوصلو كل جديد نهبطو. وان شاء الله تكون عجبتكم الرسيت، نجمو تخلو لي تعليقاتكم زادا تحت الفيديو وبارتاجيو الفيديو زادا مع صحابكم وحبيبكم وبسلامة.